تقول: هل على المرأة إذا حضرها الحيض في وقت صلاة الظهر وهي لم تكن مؤديات الصلاة عند طهورها من الحيض الظهر هل يلزمها أن تصلي الظهر والعصر؟ وإذا حضرها الحيض مثلا في وقت المغرب هل عليها عند طهورها من الحيض أن تصلي المغرب أو العشاء؟ وإذا طهرت من الحيض مثلا في وقت صلاة العصر عليها صلاة الظهر والعصر في ذلك اليوم؟ وإذا طهرت في وقت صلاة العشاء أن تصلي المغرب أو العشاء؟ أرجو منكم أن تفيدوني وتوضحوا لي هذا الأمر، جزاكم الله خيرا. أما إذا أصابها الحيض في أول وقت الصلاة، صلاة الظهر أو صلاة المغرب أو صلاة العصر أو صلاة العشاء أو صلاة الفجر، إذا أصابها الحيض في أول وقت الصلاة فإنها تكون معذورة ولا يجب عليها أن تقضيها إذا طهرت، لأن وقتها موسع. وأما إذا طهرت في آخر الوقت، في آخر وقت الظهر أو في آخر وقت العصر أو في آخر وقت العشاء، فإن طهرت في آخر وقت الظهر فإنها تصلي الظهر فقط وتصلي بعدها العصر إذا حال وقتها، لأنها طهرت واغتسلت فوجبت عليها الصلوات. وأما إذا طهرت في آخر وقت العصر أو في آخر وقت العشاء يعني قبل طلوع الفجر، فإنه يلزمها أن تصلي الظهر والعصر وأن تصلي المغرب والعشاء، لأنها طهرت في آخر وقتهما، لأن وقت الصلاتين الظهر والعصر والمغرب والعشاء يصير وقتا واحدا عند الضرورة، وقد طهرت في آخره فتلزمها الصلاتان الأولى والثانية. نعم.